شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوا ورحمة للعالمين. إن شاء الله صلاة التهجد الليلة الساعة 3 للربع، وبعد التهجد نصلي للشفع والوتر، وإقامة الفجر إن شاء الله 10 دقائق بعد الأذان. Starting from tonight, we'll pray tahajjud at 2:45. Then after tahajjud, we'll pray shafa and witr. And salatul al-fajr, the إقامة for الفجر will be 10 minutes only after أذان. إن شاء الله يوم الجمعة القادم الدكتور عبد الله إدريس إن شاء الله سيقوم بعمل جمع التبرعات الفندريزر لمسجد الرشيد. وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو كان أول من يعني جمع التبرعات المسجد. ففي البخاري وغيره من كتب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسجد قد ضاق بأهله، فمن يشتري أرض فلان فيضمها إلى المسجد ويوسع على الناس وله بيت في الجنة فاشتراها عثمان رضي الله عنه. So inshallah this Friday between Taraweeh, Dr. Abdullah Idris will be fundraising here for the Rashid. And the Prophet ﷺ was the first in Islam to fundraise for the masjid. When the masjid of the Prophet ﷺ in Medina got so tight for the people, so the Prophet ﷺ said, who would buy the land next to the masjid and add it and next it to the masjid? So we'll have an expansion for a house in Jannah. And Uthman ibn Affan رضي الله عنه كان من تبرع بذلك المشروع. طيب، هل يجوز إنه أخرج زكاة أموالي أو صدقاتي المسجد وكذا؟ قال يعني العلماء إنه الزكاة للمسجد والصدقات المسجد هي في مصرف في سبيل الله، يعني في سورة التوبة إنما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين على كذا، وفي سبيل الله. قال إن التصدق على المساجد أو دفع أموال الزكاة للمساجد خاصة في الغرب وإلى آخره هذا هو في سبيل الله. So the scholars say if you can give your zakah and your sadaqah to the masajid, and the masajid are one of the recipients of zakah in the categories given in Surah At-Tawbah, fi sabilillah. And you will get the reward inshallah, and the reward is multiplied as we said several times before. طيب لما يتكلم الله سبحانه وتعالى عن التبرع وعن الإنفاق وكذا يستخدم كلمة القرض يعني السلفة، أنت تعطي الله سبحانه وتعالى قرضا يعني سلفة وهو يردها إليك، لأنه لو قال تصدقوا لله أو كذا فالبعض يظن أنه يضيع للصدقة أو كذا. ولكن لما يستخدم الله سبحانه وتعالى كلمة قرض معناها أنت لما تقرض إنسان تأخذ منه الأموال مرة ثانية، طبعا بالزيادة 10 حسنات إلى 700 ضعف، والله سبحانه وتعالى يضاعف لمن يشاء. من الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. Whenever Allah سبحانه وتعالى talks about contributions and donations and صدقات, Allah سبحانه وتعالى uses the word loan, L-O-A-N, which means you will get it back. If you lend someone something, then you will get it back sometime. But if Allah سبحانه وتعالى uses the word charity, some people will think, okay, once I give it, it is gone. But Allah uses the word loan, that you give it and you will get it back multiplied up to 10-fold, 700-fold, and Allah سبحانه وتعالى gives more to whomever He wants. وهذه الزيادة في الآخرة. اللي الزيادة في الدنيا هي البركة والسعة في الرزق. ومن أيضا الحسنات أو المكافآت اللي بيأخذها الإنسان في الدنيا على التبرع ولا سيما لبيوت الله هو مسألة الـ tax return. يعني قالوا يجوز للإنسان أن يتصدق أو يزكي على المساجد ويعتبر أن زكاته جزء من الـ tax return، الحكومة بترجع له شيء فاعتبروه ذلك من المكافأة في الدنيا بالإضافة إلى المكافأة في الآخرة. So you get a lot of rewards for contributing, especially to the house of Allah subhanahu wa ta'ala. In this dunya, Allah subhanahu wa ta'ala will bless your rizq for you. Plus, your reward in akhirah will be multiplied, as we said, 10-fold, 700-fold, and Allah subhanahu wa ta'ala gives more to whomever He wants. Plus, the tax return in this dunya. So the scholars say, if you pay zakah to the masjid, and the government gives you money back, this is a reward in this dunya. وأذكر العام الماضي إنه أحد الإخوة جاءني في اليوم الفند ريزر وكان معه مظروف أنا لا أعلم ما فيه وأعطاه لي وقال ضعه في التبرعات في الفند ريزر.
في اليوم التالي قال يعني أتدري كم كان من الأموال موجود في الظرف؟ قلت له لا أنا لا أعلم، أنا ما فتحته، أنا وضعته في التبرعات. قال كان فيه 20 دولار، وأقسم لي إن بيته ما كان فيه غير هذه 20 دولار، تمام؟ وقال أنا يعني ما أستطيع أن أدفع حتى البلات، ولكن الله سبحانه وتعالى سيكرمنا بهذه 20 دولار. أقسم إنه في نفس اليوم جاءني أحد الإخوة وأعطاني 500 دولار، وطبعا وضع أموال في الفند ريزر وتبرع للمجمع بمبلغ محترم، وأعطاني 500 دولار، وقال 500 دولار أعطيها لأحد الإخوة وأحد الناس إكراما له في المسجد. فعرضتون ناديت الأخ اللي أعطاني 20 دولار وأعطيته 500 دولار، والله يضاعف لمن يشاء. So last year on the day of the fundraiser, one of the brothers came to me and he gave me an envelope and he said, put this in the, you know, in the fundraiser. The next day he told me, do you know how much money I put in that envelope? I said, I didn't know, I didn't open it. He said, this is the only $20 I have in my house. And I gave it to the masjid, and Allah subhanahu wa ta'ala is generous and he will pay me back. It's a, you know, loan to Allah subhanahu wa ta'ala. Qardan hasana. The same day, another brother, wallahi, came to me and he gave a big amount of money to the masjid as, you know, contribution toward the fundraiser. And he said, take this $500 and give it to one of the brothers in the masjid. Just give it to someone in the masjid, 500. I said, can we put it in the, you know, in the fundraiser? He said, no, I paid, alhamdulillah, a good amount for the fundraiser. Give this to someone. I called the brother who gave me the $20 and I gave him the $500. The same day. So Allah subhanahu wa ta'ala multiplies. فالإنسان يجوز أن هو يخرج صدقاته وتبرعاته وزكاة أمواله، الأموال اللي مضى عليها سنة وكذلك بلغت النصاب حتى وإن كان دفع عليها في السنوات الماضية. يعني كان أحد الناس بيسأل، أنا عندي 100,000 دولار في البنك ودفعت عليها زكاة من 3 سنين، فهو ظن أنه طالما دفعت عليها مرة واحدة خلاص، لا، أنت تدفع عليها كل سنة. So one of the brothers told me that he has about $100,000 in his bank account and he paid zakah like 4 years ago and he thought you pay only once. No, if you have more than $2,000 in your bank account and it stays in your account for 1 year, then you have to pay 2.5% on this money every single year. And the same is also true for a house that you buy for business or a land that you buy. And when the prices go up, you sell that house or that land, then you have to give zakah if it stays for 1 year or more, and Allah subhanahu wa ta'ala will reward you. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم من الصدقات والزكاة وأن يجعلكم من عمار المساجد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صلاتنا وصيامنا وسائر أعمالنا. السؤال بالأمس كان عن الصحابي الوحيد المذكور باسمه في القرآن وهو زيد بن حارثة ومذكور في سورة الأحزاب، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك. The only صحابي mentioned by name in the Quran is زيد بن حارثة رضي الله عنه in سورة الأحزاب and the winner is sister Hanan Shaqeen. You want to take that? كتاب النهاية لابن كثير. سؤال اليوم: الله سبحانه وتعالى يذكر في القرآن في إحدى السور أنه بنى السماوات والأرض وأنه يوسع الكون. So where in the Quran does Allah subhanahu wa ta'ala say that He created the universe and He is constantly expanding it? And this is scientifically accurate. If you know the answer, email me before tomorrow, asr at cic, imam@gmail.com.